وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله 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 الله. هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله أكبر. الله أكبر. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأن وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اي والله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعل
الله 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 إن الله عزيز حكيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم السلام الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم
ما أن ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله يا عم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله. سألقي في قلوب الذين
كفروا
فلم تقدر
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أي نعم أي نعم. وما رميت إذ رميت ولكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت خير لكم.
وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم طيبات لعلكم تشكرون يا وأما